السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم مشاهدي ومتابعي قناتكم الحبيبة اعرف دينك. أحيانا بنقرأ في كتاب الله عز وجل كلمة القرية، وبعدين نقرأ المدينة، وبعدين ممكن نلاقي في آيات القرية والمدينة في نفس الآية، مش عارفين الفرق بينهم إيه. تعالوا نعرف الفرق بين القرآن والمدينة في كتاب الله عز وجل. اعتمد القرآن على طبيعة السكان في مسمياته للتجمعات السكانية. لو كان المجتمع متفقا على فكرة واحدة أو مهنة واحدة أسماه القرآن الكريم قرية، ونحن نقول مثلا إيه يعني القرية السياحية، القرية الرياضية، تمام كده، لأن هنا متفقين على السياحة ومتفقين على الرياضة. في سورة الكهف وفي سورة ياسين، وهم من أكثر السور قراءة لدى المسلمين، وعشان كده احنا هندي المثل بيهم دلوقتي، فهناك موضوع مدهش للغاية في السورتين. هم ايه؟ كيف تتحول القرية الى مدينة في ذات الوقت ودون مرور فترة زمنية؟ نجد في سورة الكهف: حتى اذا اتيا اهل قرية استطعما اهلها فابوا ان يضيفوهما فوجد فيها جدارا يريد ان ينقض فاقام. ثم قال عنها في نفس الموضوع: وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة. ونفس الموضوع برضو في سورة ياسين: واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون. ثم قال الله عز وجل في موضع آخر: وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى. طب إزاي انقلبت القرية إلى مدينة في الآيتين دول بالبلاغة دي؟ وهما ما ده اللي احنا بنسميه البلاغة القرآنية. في سورة الكهف لما اتفق المجتمع على البخل أسماه القرآن قرية، صح كده ولا لا؟ حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفهما، هم اتفقوا خلاص على البخل. وفي سورة ياسين عندما اتفقوا على الكفر: واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاء المرسلون، سماها برضو هنا إيه؟ قرية. طب تعال ندي مثال آخر. عندما اتفق قوم لوط على معصية واحدة، قال تعالى: ونجيناه من القرية التي كانت تعمل الخبائث. وعندما يطلق القرآن مسمى مدينة يكون المجتمع فيه الخير وفيه الشر، أو يكون سكانه في عداء مع بعضهم. الدليل على كده أن القرآن أطلق على يثرب اسم مدينة، وذلك لوجود منافقين ويهود وصحابة في نفس المجتمع. فقال تعالى: ومن أهل المدينة مرضوا على النفاق. ومن هنا تفيد التبعيض، أي ومن بعض أهل المدينة. لذلك لم يرد في القرآن أن الله سبحانه وتعالى قد أهلك مدينة، بل يهلك القرى الكافرة تماما، أي يأتي الهلاك عندما يعم الكفر في المجتمع. طب تعالى نرجع لسورة الكهف. عندما أضاف العبد الصالح للمجتمع الفاسد، وأضاف الوالدين الصالحين إلى المجتمع البخيل، أصبح المجتمع هنا إيه؟ مدينة، ولم يعد قرية. زي في سورة ياسين بالضبط، عندما أسلم أحد الأشخاص أصبحت القرية الكافرة مدينة فيها الكفر وفيها الإيمان. لذلك قلب القرآن التسمية فورا بهذا وبذات الحدث من قرية إلى مدينة، حيث قال في بداية القصة: واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون. فلما أعلن أحد أهل هذه القرية إسلامه سماها مدينة، وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى. ومن روعة البلاغة في القرآن الكريم أن القارئ لا ينتبه أن القرية قد أصبحت مدينة. سبحان من جعل القرآن العظيم آية ومعجزة. ولذلك تدبر نعمة القرآن، وتدبر هذه المتعة التي لا تنقطع. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب همومنا وجلاء همومنا وغمومنا يا رب العالمين وأحزاننا. بحبكم في الله، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وما تنساش تعمل مشاركة للفيديو عشان يوصل لأكبر عدد من المسلمين، وما تنساش الاشتراك في القناة والتعليق عليه وإنك تعمل إعجاب بالحلقة. بحبكم في الله إذا كانت عجبتك طبعا، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. لا تنسى مشاركة الفيديو حتى يستفيد كل مسلم مع قناة اعرف دينك.